السلام عليكم ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. النهاردة فيديو استثنائي، أول فيديو أعمله من عيادتي في القاهرة اللي إن شاء الله بإذن الله هتفتح رسميا بكرة. العيادة اسمها IMC، اختصار Internal Medicine Clinic أو عيادة البطنة أو Internal Medicine Consultant أو استشاريون في الأمراض الباطنية، لأن معايا أخي وشريكي الدكتور أشرف أحمد استشاري الأمراض الباطنية، وبإذن الله هيكون متواجد معايا دايما في العيادة. أحب أقول أولا إن أنا هكون متواجد في العيادة في القاهرة أثناء شهر أغسطس لحد آخره، وممكن هستقبل المرضى والمراجعين، لأني ابتداء من أول سبتمبر إن شاء الله راجع السعودية لمكاني المركز اللي أنا بشتغل فيه من سنين طويلة واللي ليه محبة كبيرة في قلبي لاستكمال عقدي هناك. العيادة بإذن الله هتفتح بكرة زي ما قلنا، اسمها IMC على الفيسبوك، IMC/Egypt Medical Center. العيادة موجودة في القاهرة في مدينة نصر في المنطقة العاشرة بجوار الحي العاشر بجوار طرائق كبار الممولين، والمركز اسمه Egypt Medical Center، الدور الثالث، عيادة 202. تقدروا تتابعونا على الفيسبوك في الموقع بتاع الفيسبوك IMC/Egypt Medical Center، وعلى الانستغرام IMC.clinic. التليفون والواتساب 012-757-80552، والتليفون الأرضي 247-35848. تقدروا تحجزوا عن طريق الفيسبوك وعن طريق الانستجرام أو عن طريق الواتساب أو عن طريق التليفون الأرضي. وقريب هيبدأ حجوزات للكشوفات أو الاستشارات سواء أونلاين أو عن طريق التليفون، بس لسه بنحط لها سيستم القواعد وهتكون رسومها مبسطة. والعيادة حابب أقول إنها بالنسبة للعيادات في مصر رسومها مش كتير خالص بالنسبة للكشف أو الفحوصات اللي هتتعمل قدام العيادة عشان أطمن ناس كتير. النهاردة حبيت أعمل لكم أول فيديو من العيادة، وفي نفس الوقت حبيت أذكركم وأذكر نفسي بكام حاجة سريعة كده اكتسبتها من خلال حوالي 30 سنة من الشغل في مهنة الطب، والحمد لله بفكر نفسي وبفكركم بيها. إيه اللي محتاجه المريض من الدكتور؟ على مدار السنين والحمد لله ربنا وفقنا وعرفنا الحاجات دي أول بأول. أول حاجة لازم يكون المريض مرتاح نفسيا للدكتور، حاسس إنه أخوه صديقه مش متعالي عليه، بيقابله بابتسامة، النقطة دي مهمة أوي. رقم 2، هيكون عاوز الدكتور يسمعه ويسمعه كويس قوي، ما يكونش مستعجل وعاوز يخلصه بسرعة عشان وراه حاجة أو وراه كشف تاني أو حاجة. وفي جميع أنحاء العالم من حقك في الميعاد بتاعك إنك تتكلم وتقول كل اللي عندك، ودي الحاجات من المشاكل اللي انا لاحظتها كتير في وسط المرضى، يجي يقول لي محدش سمعني يا دكتور. تالت حاجة، محتاج دكتور يطمنه ويوصل له المعلومة بدون تزويد، يعني بالبلدي كده ما يهجموش. رابع حاجة، محتاج مكان أسعاره معقولة ودكتور يقف جنبه لو في زنقة حتى لو عنده تأمين ويحس بيه يكون طبيب إنسان. وبتذكر الأفلام المصري القديمة الأطباء البشوات اللي كان يستحق لقب حكيم. خامس حاجة، عاوز دكتور ما يفتيش، يعني إذا كان شكوى المريض في تخصصه يعالجه منها، إذا ما كانش في تخصصه يوجهه التوجيه
السليم للمكان الأفضل اللي يساعده وما يستغلوش. وياما ناس بتكلمني في جميع التخصصات، حتى الأطفال تسألني أروح لمين يا دكتور، وإحنا شخصيا كأطباء بنسأل دايما مين اللي نقدر نروح له، وبنسأل الناس الموثوق فيها. آخر حاجة أو حاجة تانية، عاوز دكتور ما يستغلش ظروفه في فحوصات ملهاش لازمة أو إشاعات أو تحاليل، ويكون الفحوصات موجهة لمنفعة المريض ويحللوا المشكلة. آخر حاجة أو برضك لسه مش آخر حاجة، عاوز طبيب ممكن يتواصل معاه في أي وقت، والكلام ده بإذن الله بنعمله على قد ما نقدر عشان ارتباطنا بأعمال وحاجات زي كده، وبنحاول نجاوب في الأوقات اللي بنكون فاضيين فيها. إنما قريب قوي هيبقى في خدمة الكشوفات أونلاين أو عن طريق التليفون من أي مكان في العالم، وبإذن الله هقول لكم على التفاصيل أول ما نجهزها. بعد كده عاوز دكتور يعرف طبيعة شخصيته، يكون دكتور لماح بيفهم في شخصيات البشر، لأن كل مريض مختلف، والدواء اللي ينفع واحد ممكن ما ينفعش واحد تاني، بل بالعكس ممكن يضره. عاوز مريض يقابله بوش بشوش وابتسامة، عاوز دكتور يكتب له روشتة تكون حنينة أو مش حنينة على حسب الحالة، يعني المهم يكون الدواء فيه فايدة للمريض. إن شاء الله بإذن الله معظم الناس اللي تعرفني هتعرف إن ده هيكون سيستمنا في عيادة البطنة IMC بإذن الله، وده هدفنا إن شاء الله في الفترة القادمة. هنهي الفيديو بجولة دقيقة واحدة معاكم في العيادة، وبإذن الله أشوفكم دايما على خير. ما تنسوش لايك سبسكرايب تفعيل جرس، ويلا نلف مع بعض لفة سريعة في العيادة بإذن الله تعجبكم إن شاء الله. السلام عليكم.